الحباب صباح خير، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه فلوغ هدوزو معنا واحد النهار، هنخرجوا همشي نديرو بيكنيك توما مولي الخير مع واحد الفاميله. همشي انا ورايانو يا هذيك هالبيكنيكيو، انا تنبدل في النضيضرات، نضيضر تاع الشوف، نضيضر تاع الشوف تاع الشمس، بدات تطلع الشميشه. المهم هدوزو معايا واحد النهار، ما نكثرش عليكم الهضره، نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم احباباتي الحباب. اول حاجه مشينا ندورو واحد الدويره في اكسيون انا وريان على قبيله العائله السوريه، دايرين معاها مع الصباح، ولكن حنا فقنا بكري، قلنا اجي نمشيو ندورو واحد الدويره في اكسيون نشوفو الجديد تاع اكسيون، سورتو ان نهار السبت تيكونوا لي زاريفاج، تكون الجديد فيهم. وحنا تنمشيو الاغلبيه انا وريان نهار السبت مع 9:30. المهم جاب الله اليوم انا ما خداماش، مشينا مع 9:30 على قبل لي 8 يوصل هذيك 12 ولا 11 وداك الشيء، تتكون الدنيا عامره وراكم عارفين مع هاد الوقيته تاع هادشي ولا في الازمه الصحيه، خاصك دير الماسك، خاصك تغسل باللوجيل ايدرو الكوليك، ومن تتكون شي شويه المكازا شويه عامر تيحبسوا الناس وتتبقى شاد الصف وداير شحال من حاجه. المهم وليت تنفضل انني نمشي لاكسيون مع الصباح مع ديك 9:30، مع من تيحلوا ما تيفتحوا مع 9 انا تمشي مع ديك 9:30. المهم تندور واحد الدويره، عجبني شي حاجه تناخذها، ما عجبنيش ما تناخذش. المهم الجديد في اكسيون هاد جابوا اي جابوا شي حوايج على قبليه الصيف، جابوا على حويجات الصيف، جابوا تاع البيسين، جابوا شحال من حاجه. المهم انا ضروري ندور في هاد لو غايون هذا تاع الشمع، هادشي تيعجبني سبحان الله، عزيز عليا هاد البلاصه تاع الشمع، تنشوف فيهم هاد العيبات اللي شاده لكم عليهم زوينين تعجبوني، ما بقاش يعجبني كلشي بيض سبحان الله، واحد الوقيته كان تعجبني كلشي بيض، دابا تبدلت هادشي، دابا البيض تحتاني ما بقاش تعجبني، ولا تعجبني اي حاجه فيها شويه تاع العود الخشب وداك الشيء كونتمبورين كما تنقولوا. المهم هاد لوغيون دائما تيعمروه وتيخوى، الناس تيشرو بزاف هاد الشيء تاع الشموع وهاد الشيء، انا تنشري اللي ما فيهش الدجاج. هنايا هاد لوغيون تاع الشمع راه شديت عليه مزيان على قبل السيمانه اللي فاتت، من جيت كان الدنيا تتصفر، كان خاوي تقريبا، ودابا عمروه هاد الصباح، وانا تنشري بزاف الشمع البنات على قبل اللي تيعجبني، تنشعل بحال هكذا في الاخر تاع العشيه شميعات سام في دي بيان. وهنايا الاثمنه تاع اكسيون رخيص من ايكيا، ما كاينه حتى شي علاقه، ايكيا ولات غاليه في الشمع، واكسيون شوفي تبارك الله عرفتي الشمع قداش هو داير غير اورو 79 سنتيم. ومشيت جهه تاع لا ديكوراسيون، انا تعجب لاني لا ديكوراسيون هاد الصينيات زوينين في لارجونتي في لودوغي، البنات قولوا لي في التعليق واش تعجبكم هاد الصينيات، وفيهم الدجاج مرايا، وكاينين لي بانيير، وكاينين ديكوراسيون مورال تيتلصقوا في الحيط، وكاينين دي بانيير وحدين اخرين سليلات. المهم فهاد لو غايون تاع لا ديكو فيه بزاف الحويجات، كاينين هادو هاد الصينيات انا عجبوني، فيهم طوال وفيهم صغار وداكشي، صراحه لله اثمنه مناسبه غير اللي ما بغاش يشري. انت دايرين صغيورين 2.99 سنتيم، يعني 3 اورو، هي 30 درهم مغربيه، وكاينين شي وحدين دايرين 40 درهم، وكاينين لي بانيير اللي تحتهم حتى هما دايرين مع 5 اورو. المهم اثمنه مناسبه، ما كاين زعما كاين سميتو كلشي بالمعقول يعني، وزوينين هادو البنات، وتقال والله العلي العظيم لا تقال، هادو الزيتو ما عرفتي ثقيله زعما كاين. المهم هنايا سميتو هنايا هادوك الصنيدقات البنات اللي تقدي ديري فيهم لي بيجو، تقدي ديري فيهم شحال من حاجه، ديري فيهم لي زاكسيسوار، تعمريهم شحال من حاجه، البنيات على قبيله الفيليلات، لاستيكات تقدي تحطي فيهم، تحطي فيهم شحال من حاجه، السوارات. المهم كاينين هادو الصندوقات شويه لي كبار. المهم كاين اللي عجب المتعشي في هاد الشيء تاع سميتو هادشي تاع لا ديكوراسيون، وهادشي تاع لي بانيير، وهادشي عطا الله ما يتشاف، واثمنه كما قلت لكم مناسبه وزوينين. انا بعدا كاين تعجبوني، تعجبني هادشي صراحه لله، تعجبني انت فيهم الاشكال والالوان، البنات اللي تعجبهم هادشي حتى هما يخلوا لي في التعليق. وكاينين هاد لي بلاطو، هاد لي بلاطو زوينين تاع العود، ولا تعجبني ان هادشي تاع العود صراحه لله، زوين تحطي فيهم حويجات، تحطي فيهم لا ديكو، تحطي فيهم تاع كاس على القهوه زعما كاين عطا الله ما يتشاف.
هنايا عاود رجعت للغيون تاع سميتو تاع الشمع، على قبل صاحبتي عيطت ليا في التليفون قالت لي فضيله خدي لي شميعات، خديت ليها شميعات غير في الكري، عيطت ليا في التليفون قالت لي فضيله خدي لي الشمع. المهم هو هي تعجبها الكري، انا تعجبني، المهم تنبدل انا، هي بغاتها الكري على قبل دارها اللي تتكريها. المهم خديت ليها داك الشيء كله اللي بغات صراحه لله. المهم المهم اثمنه مناسبه. وهنايا هاد لو غيون هاد البلاصه تبيعوا فيها سميتو المكانات، المهم زوين المكانات، هانتي مكانه قداش هي دايره 15 اورو، الصغيره دايره 5 اورو، هادو دايره 4 اورو لي دوغي، تعجبوني هادوك لي دوغي. ومشيت هنايا ما بغيتش نعطل الفيديو البنات، مشيت هنايا شفت هاد البلايصه اللي فيهم لابيسين وهادشي. المهم عطا الله هادوك الطبيلات على لابيسين صغيورين، بغيتي ديريهم ديري كومبين، هادو دايرين 10 اورو 8 اورو. المهم سميتو طبلة صغيرة تتجمع. وهنايا هادو البنات هادو اللي سولتوني عليهم تيتباعو في اكسيون مجامر، راه تشوفوني انا هنخدم به هنايا في البيكنيك من هنمشو مع الناس، 13 اورو داير، بارطاجيتو معكم هادو في واحد المشتريات. المهم شريتو، انا شريتو في الكحل، هانتوما دابا تشوفوه ترى نشوف فوقه زوينين. هنايا جابوا بزاف د الحوايج على قبلية لابيسين، جابوا هادوك لي لابيسين صغيورين الكبار، المهم اثمنه والله العلي العظيم ما كاين رخاء لله. لا فارفوي وجيفي ولا تجيني انا غالي على اكسيون، من كثره ما كاينه اكسيون تنشوف هاد لي برودوي تاع اكسيون ولاو تيجوني رخاص. كاينين فيهم الكبار والصغار، كاينين دايرين 4 اورو، كاين هادوك الكبار كاع دايرين 16 اورو. المهم كاين وكل شيء تاع الاثمنه. المهم كملت خرجت، المهم خلصت تقديت هذاك الشيء اللي بغيتو. ودابا هنديكم معايا، مشينا عند الفاميله السوريه، مشينا وهزينا مسائينا ومشينا باش نشوفو وندوزو نهير فواحد سميتو لو لاك، فواحد بلاصه مسدوده فيها لو لاك سميتو واد. مشينا شعلنا المجمر، مهم دينا معانا الدجاج، دينا معانا الكفته، دينا معانا القلب والكبده، بدينا تنشعلو. المهم هما داو مجمرهم وانا ديت مجمري، راه هو انا مجمري. شعلنا العافيه، وكاين واحد المنظر غزال، وكاين حدانا هذاك لولاك صراحه لله زوين. هاد الفاميله السوريه انا تعرفت عليها سميتو في 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 الرياضه، تنمشي تلقى راجل تاع السيده سوري وتعرفت عليهم. المهم هذا هو المجمر اللي شريته انا من اكسيون. المهم مشينا درنا شحال من حاجه، ولكن البنات المهم انا نقول لكم اجرى في الاخر. المهم انتم نشد لكم على المنظر غزال الدنيا، وكانت الدنيا عامره، وكان البط كما تشوفوا الكنار، وكان الجو تيحمق البنات، والجو غزال صراحه لله، عجبني الحال. وسي لا بروميير فوا انني اول مره انا تنمشي بحال هكذا. جاري محمد بيسلم عليكم. محمد كيفك؟ منيح اشكر الله، كيفك فضيلة؟ بحمد الله. حناكل دجاج وحناكل لحمة. المهم جلسنا ليلة تنشويب، ايوا هو يجينا البوليس ويقولنا اش هادشي اللي تديرو ما عندكمش الحق تشويو. المهم انا ما فخباريش بان ما عنديش الحق نشويو. السوري قال لي بانه هو ديجا جا مع شي ناس مغاربه وشواو في الليل، وحنا جينا بالنهار. ايوا المهم قالنا جمعوا شطايطكم، جمعوا شطايطكم. المهم هضرت معاه، انا بقيت نهضر معاه حيت هما العائله ما تيهضروش بالفرنسيه، قلت المهم حاولت انني نفسر ليه وداك الشيء. المهم تصنت ليا، قال لي وهزي قال لي هذاك الشيء المجامر وخرجيهم من لولاك من الوادي، خرجيهم حدا الطوموبيلات وكملي الشوا ورجعي كولو. قال لي وغطي هذا الشيء كله، قال لي وطفي لي العافيه وهذا الشيء عند راه تخلصوا واحد الغرامه ماليه. ما نعاودش لكم البنات، حبست الفيديو يا هذيك، خرجت لنا المشامر ومشينا كملت انا شوي في الخارج وكملت وجمعت وطفيت العافيه
وتغدينا في حالاتنا ورجعت للدار حاشاكم حاشاكم. المهم ما تضحكوش عليا. المهم حاشاكم حاشاكم جمعنا ايوا كملت الشوا كما قلت لكم الخارج هي هذيك. كنا دايرين شلاضه، كنا دايرين شحال من حاجه، وجايبين الكراس وجايبين المسائل، وكنت بغيت نفيلمي وبغيت ندير لكم شحال من حاجه، ولكن رجع في الله البوليسي ما خلى لي حتى شي حاجه. قال لي اما تكملي هذا الشيء الخارج وتجي معي وطويليه هذا الرمه ولا هتخلصوا واحد الخطيه. ايوا خرجت خوتكم فضيله بحال العسكري شوات وكملت، وكانت الكفته وكانت شحال من حاجه، ولكن رجع في الله وكانت الدنيا عامره وتا واحد ما جا قال لينا راه ممنوع. كلشي خلاني تنشوف توقفوا علينا بالمعطر، واحد الخلعه واحد الخلعه واحد الحشمه ما نعاودش ليكم. المهم دازت سالكه، نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. تهلاو في راسكم، الجرات لها شي حاجه بحال هكذا تخليها ليا في التعليق. والله الا واحد الحشمه واحد الحشمه ما تخيلوش. المهم اللي طاحت على الراس مزيانه. المهم كلينا وشبعنا.